أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في التيمم هل يمسح على ظاهر الكفين أو يمسح على الكفين جميعا؟ يمسح، يضرب على الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحته من ضربة واحدة. هذا هو الصفة الصحيحة. ومن العلماء من يقول لا بأس يمسح بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، لكن هذا مرجوح، هذه الصفة مرجوح. نعم.